السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم اليوم في افتتاح مطعم أسماك الخان. منرحب بالأستاذ حمدي صاحب ومؤسس المطعم. أهلا وسهلا أستاذ حمدي. أهلا وسهلا فيك. ترحيب خاص من ABC، ونتمنى منك تعرف المشاهدين على مطعم أسماك الخان وعلى الأطباق المميزة اللي ميزتكم بالمطعم. طبعا بشكرك في البداية على حضورك وعلى دعوتك لنا. احنا متخصصين في الأكل البحري، عندنا طبعا الأكل البحري بنقدمه بكذا طريقة متنوعة، سواء التسويات اللي هي المشوي على الفحم او في الفرن، المقلي، والمقلي ده كمان ليه كذا طريقه، مقلي بانيه، مقلي عادي. عندنا كمان عشان احنا متخصصين في الاكل البحري عاملين تنوع كبير جدا في التقديم، وعاملين تنوع كبير جدا في الطهي، سواء عندنا في السطل البحري للمطاعم اللي هي متخصصه في السطل، عاملين كذا تتبيله وكذا صوص لموضوع السطل البحري. عندنا كمان اللوبستر بنعملها بشاميل، بنعملها مشويه على الفحم. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا متخصصين في جميع المأكولات البحرية، بنقدم كمان كل انواع الاسماك الفريش بتيجي عندنا يوم بيوم. عندنا من ضمن الانواع دي السبريم، السيباس، البولتي، البوري، كل الانواع، الموسى، السلطان. وبالنسبة لطرق الطهي احنا مطعم مصري بنقدمه بطريقة مصرية، سواء مقلي بقى، مشوي على الفحم، مشوي في الفرن، مشوي زيت ولبن البطاطس في الفرن، كل التسويات دي موجودة عندنا. عندنا كمان الكاليماري، الصبيت، الاخطبوط، زي ما قلت لحضرتك برضو بنعيد موضوع السطل البحري ده، لان احنا بنقدمه بصوص مميز قوي، كذا صوص يعني، في صوص اللي هو السبايسي، في صوص اللي هو الكريمة، والصوص الاصفر ده بيبقى كريمة بالزعفران، في ناس كتير جدا بتحبه عندنا. تمام، تقدر تختار اللي يناسبك، سواء من الديسبلاي العرض بتاع السمك، تختار الاوزان او تختار التسويات اللي تحبها، وكمان تقدر تختارها من خلال الوجبات الفرديه او الوجبات العائليه، فاحنا موفرين حاجات تناسب كل الاذواق. استاذ حمدي، بعد النجاح والافتتاح الرائع اللي عندكم في المطعم، ما هي الخطه والرؤيه المستقبليه؟ احنا عندنا خطه ان شاء الله، احنا كنا ناويين ان شاء الله نبقى موجودين في اماره دبي، يعني بيتم تجهيز فرع دلوقتي حاليا، فان شاء الله في المستقبل القريب بعد فرع الشارقه نفتح فرع دبي في اقرب وقت ان شاء الله لعملائنا دي. احنا اصلا ابتدينا فرع الشارقه ده لينا موقف طريف جدا، يعني انا ليا شريك، الشريك ده بيحب اماره الشارقه جدا وبيحب الحاكم الشيخ سلطان القاسمي، فهو قال ان احنا لازم نكون موجودين، اول فرع لينا موجود في الشارقه، وبعد كده هيبقى انطلاق باذن الله لفروع اكتر موجوده في الامارات كلها. وبخصوص النقطه دي انا حابب اشكر الحاكم الشيخ سلطان القاسمي، وحابب اشكر دوله الامارات اللي بصراحه الناس ما قصرتش معانا في حاجه من تسهيلات وامن وامان، وده شجعنا فعلا ان احنا بعد افتتاح الفرع الاول داخل اماره الشارقه، الحمد لله والنجاح الكبير اللي حصل ده شجعنا اكتر ان احنا نعمل فروع ونعمل توسع اكبر بكتير ان شاء الله في بقيه الامارات قريب باذن الله ان شاء الله. بالنهايه ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع مطعم اسماك الخان؟ احنا اللوكيشن بتاعنا سهل جدا وبسيط، احنا اخترنا اللوكيشن ده عشان خاطر هو في منطقه التعاون، شارع الخان ومقابل جسر الخان، وده مخرج دبي الرئيسي، وعندنا كمان قسم خاص بالعائلات، وتقدروا ان شاء الله تتابعونا على صفحاتنا من خلال السوشيال ميديا، او تقدروا هتلاقونا ان شاء الله على جوجل ماب اللوكيشن بتاعنا ان شاء الله، مش تقدروا تتابعونا على صفحاتنا من خلال السوشيال ميديا، وكمان هتلاقونا ان شاء الله باذن الله على جوجل ماب، تقدروا تلاقونا بسهوله. مرحب فيكم ان شاء الله في المطعم. شكرا جزيلا استاذ حمدي، وبنشكر جميع طاقم العمل في المطعم، وبنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. تسلم تسلم مكانك في اي وقت تحت امرك، وتنورونا في اي وقت. تسلم، وبشكركم جدا على زيارتكم الكريمه دي لينا ان شاء الله.